السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أسباب الزلزال والعلاج في عجالة سريعة. أسباب الزلزال: رقم واحد، مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى من الكثير من البشر. ومن هذه الأسباب أن الناس أصبحوا يرون المنكر ولا يتحرك فيهم ساكنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رأى الناس المنكر وتبلدت فيهم الأحاسيس، بل وأصبح من بين المسلمين من حولوا الحرام حلالا والحلال حراما. أصبح الكثير من أبناء المسلمين بنوا بيوتهم من الربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأسسوا هذا البنيان إلا من رحم الله على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فهذه المحرمات تكون سببا في نزول البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما أسباب النجاة من هذه الزلازل والبراكين وانشقاق الأراضي في شتى بقاع الأرض، النجاة في التوبة والرجوع إلى الله. واسمعوا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: لو أن صاعقة من السماء نزلت ما أصابت مستغفرة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإن كان هناك توبة، هناك استغفار، فالغفار تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء، ولا ينزل البلاء إلا بالذنوب، ولا يرفع البلاء إلا بالتوبة. في عهد سليمان عليه السلام أتى بنو إسرائيل فقالوا: يا نبي الله، هلك الزرع، جف الضرع، فادعوا الله أن يفرج عنا ما نحن فيه. خرج سليمان عليه السلام مع بني إسرائيل ليجأرون إلى الله بالدعاء، فوجد نملة تناجي ربها عز وجل وتقول: يا رب، اللهم إنك تعلم بأنه لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تعذبنا بذنوب بني آدم. رجع سليمان عليه السلام إلى بني إسرائيل وقال: توبوا إلى الله واستغفروه فقد كفيتم بدعاء نملة. قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا توحدون الله حق توحيده. وفي سورة هود حكاية عن هود عليه السلام: لمن أراد المال الحياة الطيبة، لمن أراد القوة، اسمعوا: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وشعيب عليه السلام كان يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فنقدم خالص التعازي لإخواننا وأخواتنا في شتى بقاع الأرض من أصابهم هذا البلاء الزلزال. وأسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين والمسلمات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.